الملتزمين بقبولها بشكلها الحرفي. نعم. إذن ما هو الحل؟ نعم. يتبين لنا إذا فكرنا بأن مجموعة هذه الأحاديث رواها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشير بأنها من الرؤى المتعلقة بالغيب والتي تلقاها عن طريق الرؤية والكشوف. نعم. والتي قال يعني منها جزء من ستة ومنها نعم. جزء من النبوة. يعني مثلا عندما قال بأنني أراني ليلة عند الكعبة فإذا رجل جعد إلى آخره، قلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. وفي حديث تميم الداري نعم. يقول حدثني تميم الداري حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم كلمة حديث نعم. حديث أساسا في سورة يوسف هي تأويل الحديث، أحاديث من تأويل الأحاديث وتشير إلى الرؤى. نعم. إذن هناك كثير من الدلائل التي تشير إلى أن مجموعة الأحاديث المتعلقة بالدجال هي إنما هي كشوف ورؤى. أيضا يعني من الجميل العودة قليلا إلى بعض النقاط في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في كثير من الأحيان ومما أوردته السيرة بأنه كان يرى بعض الرؤى ويحدثها للناس، وفي كثير من الأحيان أيضا كان يتصدى لهذه الرؤى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول دعني يا رسول الله أؤولها. وفي من هذه الأحاديث مثلا عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في يديه سورين من ذهب، فقال يعني هذا طبعا أوله بنفسه، فقال فانفخت عليهما فذهبا فأولتما بالكذابين، المقصود الأسود العنسي ومسيلم الكذاب. وأيضا عندما رأى بأن كلبا قد خرجت للمسلمين وهم داخلون إلى منطقة، فنزل منها حليب ونزل منها يعني شيء أو يعني أخرجت بعض الشيء، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقبل درهم وذهب شرهم وما إلى ذلك. فيعني هذا أسلوب كان معروف يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتلقى الأنباء وتكون هذه الأنباء بحاجة إلى تأويل. كذلك هنالك نبأ عظيم ورد وأورده القرآن الكريم وحدثت بسببه مشكلة معروفة للجميع، وهو ما يتعلق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انطلق في أول الأمر لكي يعتمر مع المسلمين في مكة وخرجوا، وقال لهم بأنه قد رأى بأننا سندخل المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين وما إلى ذلك وأننا ذاهبون. فعندما حدث الصلح وكان من شروط الصلح العودة في العام المقبل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم بذلك ذهل المسلمون، وكما نعلم بأن سيدنا عمر يعني روي على لسانه والله أعلم يعني هل قالها أم لم يقلها، بأنه لم يشك في يوم من الأيام إلا في ذلك اليوم. فجاء القرآن الكريم ليقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يعني من الجميل أو من الجيد أن ننتبه إلى نقطة مهمة، أن في الأنباء الرؤى أيضا يعني ليس من الضروري أن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم تفاصيلها، لأنه هو ينقل الغيب، أن يعرف تفاصيلها بشكلها الدقيق ولكنه ينقل. نعم يعني نعم. ولكن نحن بالنسبة للمشاهدين نعم. لن نريد يعني قد لا يفيد أن نعطيهم النتيجة سلف قبل أن نبين مصدرها نعم. من أين جئنا بها. المهم الذي نريد أن نؤكد عليه بأن الرؤى كمصدر للوحي كان مصدرا معروفا، يعني أوردنا هذه الأحاديث يعني لنقدم البرهان نعم نعم يعني أنه كان مصدرا معروفا يعني لأن الأمر فيه بعض الغرابة. نعم. لن يقبل المسلمون بأن تفسر لهم أحاديث على ضوء تفسير رؤى. نعم. يريدون دليل، ما دليلك بأن هذا العمل صحيح؟ نعم. إذن في هذه الحال نضطر أولا أن نأخذهم إلى القاعدة. نعم. بأننا نحن دليلنا يعني سنطلب منهم أن يأخذوا بالتأويل بعد أن نقدم الدليل القرآن. النقطة الأولى التي نتمنى أن تكون قد تثبتت عند السادة المشاهدين هي أن موضوع الدجال يجب أن يحمل على أنه رؤى، يجب بدلالة أن الروايات تقول أنه نعم. رؤى. والآن سنرى كيف يمكننا أن نفهم هذه الرؤى الصادقة. نعم. يعني نحن نؤمن نعم. بأن رؤى الأنبياء حق نعم. وأنها رؤى صادقة وأنها وحي من الله نعم. ولكن هل نوافقهم على أنه بسبب أنها رؤى حق وأنها من الله يجب أن تؤخذ بحرفيتها؟
لا نستطيع أن نوافقهم على ذلك لأن القرآن يرفض هذا الإصرار على الخفية. نعم. والنقطة عفوا، لكن النقطة الجميلة في هذا الموضوع أن الرؤية تبقى رؤية، وحتى وإن جاءت للنبي يعني تجد بأن الرؤية لا تأتي يعني بوضوح الوحي المباشر الآخر، وإنما تكون تحمل رموز، هذه الرموز بحاجة إلى تأويل، يعني لم يحدث يعني إلا القليل جدا طبعا في بعض أنواع الرؤى يعني تأتي مباشرة وواضحة وكما هي، ولكن الرؤية يجب وينبغي أن تكون تحمل رموز معينة، ولذلك وفي ذلك حكمة إلهية. يعني نتفق على أنها أولا هي رؤى، وثانيا الرؤى ليست حرفية، لأن هذه هي طبيعة الرؤى. لم نتفق بعد. لم نتفق. نحن نريد أن نقدم. نعم. نعم. ربما أتفق أنا وإياك. أنا وأنت. نعم. ولكن بالنسبة للمشاهدين. الأمر لأنه في غاية الدقة. نحن نريد مثلهم أن نتأكد هل يحق لنا أن نؤول الرؤى أم يجب أن نأخذ بحرفيتها. أصبحنا فريقان. نعم. هم يقولون لابد من الحرفية. نعم. نحن أثبتنا بأن الحرفية تقود إلى التناقض. نعم. وتقود إلى نسف التوحيد بحسب العقيدة الإسلامية. والآن نقول إذن كيف؟ نعم. لا نقول لابد من التأويل، يجب أن نقدم برهان. نعم. البرهان يكمن في سورة يوسف. نعم. التي يخبرنا فيها الله عز وجل بأنه أراد أن يطلع النبي يوسف على بوحي من عنده بشارة على بشارة بأنه سيصبح نبيا، وأن أمه وأباه وإخوته سيصبحون من أتباعه ويصدقون بدعوته ويطيعونه ويسرون خلفه. كيف حدث الأمر؟ نعم. نقرأ بأن يوسف يروي لأبيه رؤيا، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم. نعلم من سورة يوسف في النهاية أن يعني ابتداء لو أردنا الآن أن نوافق هؤلاء على الإصرار على الحرفية لكان هذا يعني بأن يوسف عليه السلام يجب أن يصل في يوم من الأيام، يعني أن الله كان يخبر يوسف بأنك ستصبح عملاقا كونيا وستصبح المجموعة الشمسية عند قدمك كالكرات الصغيرة، وهذا أولا منطقيا مستحيل. ونجد بأن القرآن لم يبين بأن الصورة الحرفية كانت هي الرسالة، وأيضا لا نعلم كيف يمكن للكوكب أن يسجد. نعم. يعني أيضا نعم. يعني الكوكب كيف يمكن أن يسجد؟ يعني إن كان الموضوع يعني حرفيا ممكن مثلا يعني ممكن يتصوروا بأنه خضوع وإلى آخره. خضوع. نعم. إلا أنه الذي تم هو أن يوسف عليه السلام، يعني والله أنا أرى أنه يلزمنا بعض التفصيل ولكن لم يتبقى وقت لدينا يعني في تأويل الرؤية. نعم هنالك حلقة أخرى يعني إن نعم. شاء الله سنتابع فيها هذا نعم. الحديث إذا نعم. سمحت لي الرؤية رسالة الرؤية فيها عناصر. نعم. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم بي ساجدين. الآن نبحث عن التأويل. إذا جئنا في تأويل الشمس في القرآن الكريم، نأخذ التأويل من القرآن، نجد بأن الله سبحانه وتعالى وصف الكون أو العالم الدنيا بأن له شمس. نعم. مادية هي الشمس التي تدفئ. نعم نعم. لكن نعم. يعني يمكن التعريج على أن النبأ قد تم تبينه في نهاية سورة يوسف. أنا أريد أن أبرهن. نعم. لا أريد أن أقفز بال نعم. لأنهم يعني لو قفزت بهم سلفا سيظلون في حالة رفض. نعم نعم. لا أريد أن أخذ بهم وكأني أخذ بيد يعني من يتلمس. نعم سنقوم بذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الله، لأنه يعني خوفا أن يداهمنا الوقت. نعم. ولكن يكفي الآن الإشارة إلى أن هذا يعني هذه الرؤية أولا قد فسرها يعقوب، أولا هي جاءت على نبي هو سيدنا يوسف، والأنبياء يتشابهون في وصول الوحي إليهم، وفسرها نبي آخر وهو يعقوب وبين بأنه يعني سيصبح نبيا وما إلى ذلك، ثم تحققت فعليا عندما رفع أبويه إلى العرش يعني وقالوا له يعني سجد. هذا أنا ما لا أريد أن أذكره لك. أنت لا تريد أن تذكره، لكن أنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة سنعود إلى تأصيل علم الرؤى إن شاء الله، ولكن للأسف يعني يجب أن نتكيف ضمن الوقت الذي نحن فيه الآن، وإلى موعد آخر إن شاء الله في الحلقة المقبلة. وبارك الله فيكم، وتابعونا لكي نجد حلا لهذا الإشكال ولهذه المعضلة ولهذا النبأ العظيم الذي حمل على الذي لم يعطى حقه
فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.